انتهاكات ميليشيا الحوثي لا تنتهي، وخاصة في مناطق سيطرتها. وقصتنا اليوم هي من مدينة إب الجميلة التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي منذ انقلابها. مدينة إب من أجمل مدن اليمن، حيث تشتهر بإب الخضيرة. ولكن وبعد سيطرة ميليشيا الحوثي عليها أصبحت مدينة حزينة مليئة بالظلم والقمع والفقر والترهيب، حيث مارست الميليشيا على أبنائها شتى أنواع الإرهاب والقمع، واعتقلت الكثير من أبنائها في السجون، حيث لا يمر يوم إلا ونسمع عن اعتقال أو ضرب أو قتل. آخر تلك الانتهاكات حصلت في مدرسة مجمع السعيد في مدينة إب، وهي مدرسة للبنات وتعتبر من أفضل المدارس في المدينة. ماذا حصل إذن؟ احتفلت طالبات المدرسة أسوة بمدارس الجمهورية باحتفالات ثورة 14 أكتوبر، ورددنا النشيد الوطني وعبارات وطنية حماسية للثورة والجمهورية، ورددن تحيا الجمهورية اليمنية. نسمع هنا هذا الترديد. لم تكتمل قصتنا مشاهدينا، فبعد هذه الفعالية الوطنية الحماسية من قبل طالبات مدرسة السعيد، جن جنون ميليشيا الحوثي وقاموا بتوقيف مديرة المدرسة الأستاذة فائزة البعداني وإحالتها للتحقيق. ومثلما هو واضح أمامكم بالشاشة، هذه مجموعة المدرسة في الواتساب، وقد تم إزالة المديرة منه وتحذيرها بعدم عمل أي فعاليات فيها أي صخب، بمعنى أي نشاطات فيها شعارات وطنية وحماسية من دون إذنهم. ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي ساندوا ودعموا الأستاذة فائزة بحملة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. اخترنا لكم مجموعة من المنشورات، نبدأها بمنشور حسام القليعة الذي كتب وقال: أي احتشاد وأي فعالية لم ينظموها هم تخيفهم، حتى وإن كانت لأطفال. شلة من الشباب خرجوا يحتفلوا بالسبعين بذكرى أكتوبر، اعتقلوهم جميعا. مدرسة أو مدرسة من مدارس إب للبنات اقتدت بمدارس تعز ونظمت فعالية بذكرى أكتوبر، تغنت وهتفت لليمن ورفعت علم اليمن. بعدها أصدر الحوثيون قرارا بإقالة مديرة المدرسة وإحالتها للتحقيق. مذاب الشايف كتب أيضا: الحوثيون يحيلون الأستاذة فائزة البعداني إلى التحقيق لأنها أقامت فعالية بذكرى ثورتي سبتمبر وأكتوبر متجردة من الشعارات الطائفية وصور غلمان أبناء العترة رافعة أعلام اليمن. لا سواه كرم الهاشميون ابنهم معاذ الجنيد بإدراجه في المناهج الدراسية لتعصبه لهاشميته وسلالته القذرة، وأحالوا بنت اليمن إلى التحقيق لأنها احتفلت بثورتي سبتمبر وأكتوبر ورفعت أعلام اليمن وأناشيده الوطنية. عبد السلام محمد علق بدوره وقال: عندما أسمع أم اليمن تطلع في ذاكرتي صورة مديرة مجمع السعيد التربوي في إب، صورة ذهنية تشكلت بعد توقيف الحوثيين لها عقب احتفال المدرسة بالأعياد الوطنية، صورة نمطية صنعها اليمنيون في يومين فقط، ولا زال هناك من يعتقد أن السلالة الإمامية ستستمر في حكم اليمن. أشواق عبد الجليل دعمت الأستاذة البعداني بقولها: صدى الاحتفالات بالثورتين في تعز الذي بدأته مدرسة الشهيدة نعم رسام، رددته روابي إب وأعادته طالبات مجمع السعيد بقيادة الأستاذة فائزة البعداني مديرة المدرسة لتحال بعده إلى التحقيق. شعاع أمل يتسلل إلينا من هناك. التحية للمديرة العظيمة الشامخة فائزة البعداني. دكتور محمد قيزان شارك في الحملة أيضا وكتب: حفيدة بلقيس وأروى الأستاذة القديرة فائزة البعداني مديرة مجمع السعيد التربوي في إب،
شامخة كشموخ جبال بعدان وسمارة وعيبان العظيمة. لم يرق للميليشيا الحوثية الاحتفال الذي نظمته بذكرى أعياد ثورتي سبتمبر وأكتوبر فأمر بتوقيفها. منشور آخر لعادل عمر يقول: كل التقدير والاحترام للأستاذة الفاضلة فائزة البعداني ولكل من يعمل بروح وطنية تعلي راية الوطن وتنمي في النشء حب الانتماء إلى الوطن بالروح بالدم. نفديك يا يمن وتحيا الجمهورية اليمنية. عبد الكريم شيبان كتب: المطلوب التحقيق مع كل من تورط واستدعى وحقق مع الهامة الوطنية والتربوية الأستاذة فائزة البعداني على خلفية احتفاء مجمع السعيد التربوي في مدينة إب أعياد الثورة اليمنية وتجريدهم من مناصبهم. إنهم يجاهرون بالعداء للثورة اليمنية ولثلاثين مليون يمني حرة. وداد البدوي كتبت عن دور النساء في المجتمع في جميع المجالات وقالت: تقف النساء بشموخ في صف الوطن وتعطي دون مقابل، وكثيرا من نساء اليمن استطعن أن يكن عنوانا للشجاعة والوطنية والسلام أيضا. كل التقدير والاحترام للتربوية القديرة فائزة البعداني مديرة مجمع السعيد بمدينة إب. محمد الأحمدي يشكر الأستاذة فائزة ويدعمها بقوله: تحية لك بحجم سبتمبر وأكتوبر، لن ينال بقايا الإمامة البغيضة منك. شكرا لتنظيمك احتفالا بمناسبة ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين، وليذهب الكهنوت السللي إلى الجحيم. سيف الصهباني يشيد بالمقاومة بقوله: للمقاومة صور متعددة، وفي طليعتها أن ترفض سلطة لا تنتمي للأرض التي تعيش عليها. وفكر غريب عن ثقافتك وقناعاتك وخلفيتك الحضارية الممتدة لآلاف السنين في عمق التاريخ. ألف مليون تحية لهذه الماجدة السبائية العظيمة الأستاذة فائزة حسن أحمد البعداني، وهي تقف شامخة كالطود في وجه الكهنوت وزمرته الذين يحاولون بكل ما أوتوا من قوة إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء بأي طريقة كانت. نختم بمنشور لحياة ذبحاني تقول: سطرت لنفسها تاريخا لن ينسى، والتاريخ يكتب مواقف العظماء. هتفنا للوطن ولحب اليمن، كسرنا صنم الوهن وقمنا بتحية الجد يزن. لم نرى الأعلام الخضراء ولم نسمع الصرخة الحوثية، لذلك كان كل ذلك سبباً لاعتقالها وتوقيفها والتحقيق معها. ثورة أنثى، ربما تكون هذه الإكليلة وطالباتها أيقونتها ضد الميليشيات الحوثية، ونثق أن الشعب كل الشعب سينتفض ليسقطهم. والآن بعد أن لاقى خبر إحالة الأستاذة فائزة البعداني للتحقيق استياء شعبيا واسعا، الحوثيون جعلوا الأستاذة فائزة البعداني مديرة مجمع السعيد التربوي بمدينة إب تنشر ورقة موقعة منها أنها لن تتعرض لأي مضايقة كما هو واضح الشاشة. هذه هي الورقة التي أجبروها على كتابتها: ومهما طال الظلم والظلام سيأتي يوم وينجلي هذا الظلام وتشرق نور الحرية والكرامة بأمثال الأستاذة فائزة وكل الأحرار. فاصل ونواصل.